متابعينا عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من راديو أم. بداية، نظم نشطاء بمدينة القرارة ولاية غردايا وقفة احتجاجية اليوم الخميس للمطالبة بإطلاق سراح المناضل والناشط توفيق بوراس المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ أزيد من أسبوع. ووضع الناشط في الحراك رهن الحبس المؤقت يوم 14 جويلية الجاري بعد استدعائه ثم مثوله أمام قضاء غردايا دون محامين، حسب ما أفادت به اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين. يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 اليوم الخميس بداية من الساعة 4 مساء. وأعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد أن معدل الانتقال خلال هذه الدورة سيكون ب 9.50. أكد الدكتور توفيق نكاع المختص في الوقاية وعلم الأوبئة بمستشفى العلمة في حوار مع إذاعة الصيف أن الموجة الثالثة لكورونا يميزها الارتفاع في عدد الوفيات وتسجيل وفيات لدى الشباب وكهول لا تتعدى أعمارهم 50 عاما. وشدد الدكتور على أنه لا فائدة من الاستعانة بهياكل ومصالح أخرى خارج المستشفى لكونها لا توفر الأكسجين. مغاربيا، أفادت النيابة العامة المغربية أنها ستفتح بحثا قضائيا حول موضوع ما أطلقت عليها مزاعم واتهامات باطلة بخصوص قضية التجسس بيجاسوس. وعبرت الحكومة المغربية عن استغرابها الشديد بعد الإدعاءات بقيام المملكة بالتجسس على أزيد من 5000 هاتف في العالم باستخدام بيجاسوس. في تونس، أفاد الدكتور محمد الدعاجي رئيس قسم الأطفال بالمستشفى العسكري ورئيس جمعية طب الأطفال أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأطفال بلغ 3000 إصابة أسبوعيا، داعيا إلى التجهيز للعودة المدرسية جيدا وتلقيح كل المربين والمديرين لحمايتهم وبالتالي حماية التلاميذ. في الرياضة، ونظرا للوضع المقلق بسبب جائحة كورونا، دعت اللجنة الطبية الفيدرالية للاتحاد الجزائري لكرة القدم اللاعبين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الجولات المتبقية من الرابطة المحترفة لكرة القدم الأولى. كما شددت اللجنة الطبية للفاف على ضرورة إجراء اختبارات الكشف عن كورونا قبل كل مباراة وتلقيح جميع الجهات الفاعلة في أسرع وقت ممكن. بهذا نطوي متابعينا هذا الموجز، نذكر أنه باستطاعتكم متابعة كل أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وعلى موقع radio-am.net ومغرب-emergent.net. إلى اللقاء.